السلام عليكم. عليكم السلام. من فضلك حضرة الضابط سارة موجودة؟ لا حضرة الضابط سارة مش موجودة دلوقتي. يا خبر أبيض. حضرة الضابط عمر كويس اللي لقيت حضرتك. هو بقى ده كل اللي حصل حضرتك من ساعة ما خدوني اليخت لحد بقى ما لقيت بابا سايح في دمه في الشقة القديمة. وأنت خلاص اتعودت بعد ما المصيبة تحصل تيجي تحكي لي؟ هو ده بقى حضرتك اللي حصل واللي حضرتك شايفه عمر بيه اعمله. المهم إن عنابي بيه خدود الحلوة وسكر وألدرادو والمرأة العنكبوت والراجل اللي كان بياكل العنب ده حضرتك بقى تمسكوهم بقى كلهم كده بقى وتشنوهم. طب قوم يلا معايا. أجي معاك على فين؟ تطلع المديرية. تحكي اللي انت قلته ده لفؤاد باشا عشان هو اللي في ايديه يساعدك. لا لا والنبي عمر بيه بص حضرتك يعني ايه رايك حضرتك تروح له وتحكي له بقى انت كل الحكايه كده هون بقى على رواقه وانا اروح. لاحسن بصراحه بقى الضابط فؤاد ده عصبي حبتين وممكن ينفعل عليا. او بص انا هقعد هنا واستناك. كنت عارفة ان الرسالة هتوصلك وكنت عارفة انك هتيجي. ميشو انا ممكن اكون غلطت لما اسأت التعبير وقلتلك ان انا ضابط شرطة وان انت مجرد حالة، بس صدقني انا ما كنتش اقصد. زي ما انت بتغلط يا ميشو وبتلاقي الناس تسامحك لانك انسان وممكن تغلط، انا كمان غلطت ومحتاجك تسامحني لاني برضو انسان. انا كمان غلطت لما حبيتك، بس غلطتي كانت اقل بكتير قوي من غلطتك يا حضرة الضابط. ميشو على فكره انا كمان حبيتك. بس حبي ليك كان مختلف، كان حب اخ صديق. كنت سعيده وانا شايفاك كل يوم بيتقدم قدامي. بص يا ميشو أنا دلوقتي عايز أصلح غلطتي. أنا مش مهم عندي أختار الرسالة، بس المهم إني ما أختارش أخ وصديق زيك يا ميشو. بعد إيه؟ ما خلاص عدى الوقت. لا 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 الوقت لسه ما فاتش. سلم نفسك وأنا هقف جنبك ومش هسيبك. مش هينفع. وبعدين أنا خلاص هسيب لكم البلد كلها وأمشي. يعني مش هتعبكم معايا بعد كده. حتى لو سافرت يا ميشو مش هتستريح. هتبقى مطارد حتى من نفسك. مش هتستريح لما ترجع هنا بلدك اللي فيها ناسك اللي بيحبوك وعايزينك. برضو ما بقاش ينفع. ميشو ما تضطرنيش افتح له العنف معاك. سلام يا حضرة الضابط. ايه المرأة العنكبوت؟ في واحدة برضو اسمها المرأة العنكبوت. بص بقى حضرتك عصب ازاي وده اللي انا قلته لحضرتك يا عمر بيه. فؤاد باشا ارجوك اهدى كده شوية علشان انا متوتر خلقة. انا هادي، انا متنيل هادي. اتكلم انت بقى. حضرتك هي اسمها جيسي وتحس كده هون من وقفتها ان هي ممكن تطير زي المرأة العنكبوت. والله ومين بقى اللي ضربك بالبوكس في وشك؟ اسمه ايه؟ اسمه اللي يعاذ بالله الدرادو. ربنا ياخده يا رب بدراعه زي المرزبه. الدرادو؟ خواجه ده؟ معرفش سيادتك، هو ساعتها ما كانش لابس برنيطه، بس هو برضه شكله مش من هنا. الراجل بقى الخواجه اللي بجد وحقق حقيقي يعني، الراجل اللي كان عمال ياكل عنب ويشرب منكر، استغفر الله العظيم يا رب. وهم اكتشفوا ان التمثال الاصلي معاك انت. ساعة لما انا كنت بقى عامل ميشو وقابلت عنابي خدود الحلوة اول مرة في اليخت، ساعة لما سكر ركبني خلاص الموضة. خلاص انا عرفت اللي في الصالون اللي بتتحرك بسرعة دي كده. يبقى في لغز يا عمر. التمثال الاصلي مين اللي سرقه بالظبط؟ بالظبط كده. ايه ده حضرتك بتبص لي كده ليه؟ حضرتك شاكك ان انا اللي سرقت التمثال؟ ميش اخوك. ايه؟ ميشو لا ميشو ما يعرفش اي حاجه، ميشو ما سرقش اي تماثيل. ده انا اللي زي ما قلت لحضرتك قبل كده انا اللي عامل ميشو ساعتها. امال مين بس اللي سرق التمثال؟
اكيد لما فاطين كان عامل ميشو ورفض عناه بيكلم حد تاني. ده احتمال. احتمال برضه يكون التمثال اتبدل بعد ما سرقوه. لان التحريات عندنا بتقول ان التمثال الاصلي خرج من معمل الترميم على العربيه وبعد كده حصلت الحادثه. احتمال برضه يا باشا. والاحتمال بقى اللي مؤكد اكتر من الاحتمالين دولت سعادتك شيكو مدريد ممكن يكون هو اللي سرق التمثال وعايز يلبسها لميشو اخويا حكم شيكو مدريد. ده قلبه اسود قوي. وانت ايه اللي مأكد لك قوي كده ان اخوك مالوش علاقه؟ هو بنفسه سعادتك النهارده الصبح لما شفته. ده انت كمان عارف المكان اللي اخوك مستخبي فيه. اها هو شيكو مدريد مفيش غيره. انا متاكد حضرتك. ربنا ياخدك يا رب يا شيكو مدريد. انت وسمير عسمير في يوم واحد. ايه الخلف ده يا رب؟ فهمت يا فاطين؟ فهمت هتعمل ايه؟ فهمت سعادتك فهمت. وبعدين هو حضرتك بتعاملني كده ليه؟ بعاملك ازاي يا فاطين؟ يعني انا عايز افهم. حضرتك اولا منفعل عليا من الصبح، ثانيا عمال تنفخ دخان السجاير في وشي ولا كاني انا المتهم. فؤاد باشا ما تنساش اني انا اللي مبلغ. يا سيدي مش ناسي، والله ما ناسي ان انت اللي مبلغ، وجميلك ده فوق راسي. بس انت بقى مش عارف خطوره العصابه دي ازاي، ولا حتى عارف قيمه التمثال اللي اتسرق. انا اعترض يا فؤاد بيه. لو سمحت بقى محدش يعرف قيمة التمثال ده قدي، لأني عامل عليه بحث واخد الجايزة الأولى فيه، وكمان هيكرموني في الاحتفال السنوي في هيئة الآثار. ولو سعادتك مش مصدقني ممكن حضرتك تضرب تليفون للسيد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بنفسه وهو هيأكد لك كلامي. حضرتك أنا مش قليل، أنا مدرس دراسات محترم. أي نعم مدرس مرفوض لكن محترم، وليا كرامتي وليا كبريائي وليا قيمتي العلمية ما بين تلاميذي. وياريت بقى حضرتك يا فؤاد بيه ما تاخدنيش بذنب أخويا ميشو.
ايه ده طيب يا استاذ فاطين؟ خلاص يا عمر، بس يا ريت بقى يا عمر بيه حضرتك يعني تخليه يبطل التدخين، لان السجاير خطر على الصحه، ولان السجاير ممنوعه اصلا من وزاره الصحه بقى ذات نفسها. يا سلام، انت تامر يا سيدي، يعني هي جت على دي؟ ادي السيجاره اللي مضايقاك. ممكن بقى تفهمني؟ عرفت هتعمل ايه؟ عرفت طبعا. طب ما تقول هتعمل ايه؟ حاضر حضرتك، يعني بتمتحن يعني كده؟ ماشي حاضر. اقول حضرتك بقى، انا اول ما اي حد من العصابة يقوم مكلمني زي سكر ده، الهي يا رب يبتليه بسكر ينخشش عظامه. الهي يا رب. تخلص يا ابني بقى وخليك في الخطة. خلاص حاضر حاضر يا فندم. هقوم بقى ساعتها مجاريهم ومدحلبهم في الكلام، ومعاملهم بقى ان انا واد صايع ومعاهم في العصابة وكده، واقول لهم ان انا معايا التمثال، واقوم بقى محدد معاهم الميعاد. واول ما حدد معاهم الميعاد، ايوه، هتعمل ايه بقى؟ ايه؟ اول ما تحدد معاهم معايا هتعمل ايه؟ هاجي اقول لسعادتك على طول، ما فيهاش يعني فقاقه. تيجي تبلغني على طول؟ مش تستنى بعد المصيبه ما تحصل وتيجي تبلغني؟ يا فؤاد بيه خلاص، انا هاجي لسعادتك بنفسي وهبلغك. خلاص بقى ما تشيلش مني. حاضر فهمت. ميشو، خد كل الفلوس اللي في الخزنه يا ميشو، بس بلاش الورق ده. الورق ده ما انتش قد اصحابه. قلت لك انا مسطع. اللزق ده بقى مش هيخليك تنطق. عايز تتكلم؟ خلاص ما عنديش استعداد اسمعك. متهيألي شكلك كده هيبقى حلو قوي لما تيجي صاحبتك وتشوفك. ايه رايك يا فريد بيه في اللعب ده؟ حلو مش كده؟ سلام. يعني شيكو مدريد هو اللي بعت رجالته وعملوا كده؟ ايوه يا عم انس، كان بيدور على الورق بتاع فريد الجندي اللي ميشو مصور منه نسخه ومخليها معاه. ويا ريت على كده وبس، كمان عايز فلوس المزاد بتاعته. بس الحمد لله المعلم سيد ما راحش فيها، ده كان بعت الرجاله يخلصوا عليه. ايه ده؟ هي وصلت لكده؟ واكتر من كده يا عم انس، بس تعرف اللي بقطع في نفسي ان احنا بلغنا عن المكان اللي بيستخبي فيه ميشو، وزمان اللي اسمه فريد الجندي ده وصل له. يعني انتوا كنتوا عارفين مكان ميشو؟ للاسف ايوه. وهو كويس؟ كويس وزي الفل، بس دلوقتي مش عارف عمل ايه بعد اللي اسمه فريد الجندي ده عرف مكانه. الله، الراجل ده عايز منه ايه؟ مش خد الورق اللي هو عايزه؟ بيدور على التمثال المسروق اللي مع ميشو. ايه؟ تمثال مسروق؟ انت فين يا عم سكر دايت انت كمان؟ ما انت كنت بتطلع له كل شويه من تحت الارض. مالك شاحح ليه النهارده كده؟ يا رب يا رب يظهر سكر بقى ده عشان ادحلبه في الكلام ووقعه في شر اعماله هو والعصابه اللي معاه، عشان نخلص بقى من المصيبه دي. يا رب كفاني فخرا انك لي رب، وكفاني عزا اني لك عبد. يا رب أنت لي كما أحب، فاجعلني لك كما تحب، وانصرني عليهم يا رب نصرة قوية من عندك. يا رب يظهر سكر بقى، يا رب سكر، يا رب سكر، يا رب سكر. ده إيه الغلب ده يا رب؟ يعني ميشو هو اللي سرق التمثال؟ ويا ترى يا سيد انت تعرف ولا لا؟ طب وذنبه ايه فاطين اللي عمال يحاجي عليك يا ميشو في كل حته؟ ده لو فاطين عرف ممكن يروح فيها. والعمل ايه دلوقتي؟ دبرني يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام. رجلي. بابا عامل ايه يا عم انس دلوقتي؟ بابا كويس. ها عملت ايه؟ بلغت؟ ايوه يا عم بلغت، ومن ساعه ما خرجت من المديريه لحد دلوقتي وانا عمال الف على رجلي.
ان الاقي سكر ما لقيتش، لحد ما ربنا سبحانه وتعالى بعت لي الكيس ده. سكر مين ده اللي انت بتدور عليه؟ سكر الزفت بتاع العصابه. وانت تروح تدور على الشر بنفسك ليه؟ مش هو ده اللي خدك ووداك للعصابه دي قبل كده؟ هو يا عمي هو، بس انا بقى اتفقت مع الضابط فؤاد ان انا جاريهم ودحلبهم في الكلام وحدد معاهم ميعاد علشان البوليس يروح بقى يقبض عليهم متلبسين ويشنقوهم بقى ونخلص بقى منهم. والضابط فؤاد ما جابش سيره ميشو؟ ما شكش فيه. لا جاب سيرته طبعا يا عمي، بس انا ما سكتش ورديت بالنفي والاعتراض وقلت له ان اخويا ميشو ملهوش علاقه بالموضوع ده خالص. اسكت يا عمي، مش الضابط فؤاد ده حلبني وكان هيوقعني في الكلام ويعرف مني مكان ميشو، بس الحمد لله ربنا ستر. هو انت تعرف مكان ميشو؟ ايوه يا عمي، ورحت له وشفته واطمنت عليه. وما قلتليش ليه؟ ما انا كنت هقول لك يا عمي وجاي من عنده علشان افرحك، بس بقى لقيت بابا سايح في دمه. عمي حضرتك كده شكلك متغير، في ايه؟ لا لا انا كويس قوي. طيب ادخل انا بقى اطمن على بابا. الحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى رزقني بكيس السكر ده علشان ما ادخلش على بابا وانا ايدي فاضيه. طب يلا ادخل اطمن عليه. يا رب استر علينا، استرها علينا يا رب. ايه التسيب والهمجيه دي؟ ايه كل ده؟ كل دول بيسرقوا في الشعب؟ كل دول بيسرقوا في البلد؟ شفت بقى يا فنان، شفت البلد ماشيه ازاي؟ انا كنت متاكد ان في فساد في البلد، ان في حراميه بيسرقوا في البلد، بس ما كنتش متصور ان هم كتار كتار قوي كده. ايه ده ده حتى المبالغ، حتى المبالغ دي هيصرفوها ازاي؟ ده لو صرفوها هم وهم واحفادهم واحفاد احفادهم مش هتخلص ولو بعد 100 سنه. بيتهيألك دول ملوك، كل واحد فيهم قاعد على كرسي كبير تحت منه عشيه كبيره قوي، علشان توصل لواحد بس منهم لازم تعدي 1000 صور وصور. يبقى الورق ده لازم تسلمه للبوليس. لا يا انتيكا، الورق ده هيبقى حماية ليا، كل ورقة من دول حارس شخصي حواليا يحميني. عايز تبقى فريد الجندي التاني؟ انا ما ينفعش اكون تاني، دي مرحلة مؤقتة لحد ما اكون انا كمان زعيم وملك. تاج الملك ما بيحموهوش من الصداع يا ميشو، وهتفضل كده عندك احساس بالخوف بالرعب من النهايه، لان اكيد اكيد هيطلع واحد تاني زيك عايز يبقى ملك. اعرف يا ميشو، اعرف احنا ينقصنا ايه؟ الانتماء، الانتماء للبلد دي. لو كل الناس بتحب البلد دي زي اخو فاطم ما كانش حد يقدر يقف وسطنا، كانت بلدنا دي أصبحت أحسن بلد في الدنيا. ما كنتش لقيت حد بات من غير عشاء. بلدي يا أنتيكا، أنت بتصدق الكلام ده؟ تصبح على خير أيها الملك المتوج.